تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذا اللقاء الخاص. الدعوة للسلم وإشاعته بين العالمين والحرص على أن تعيش البشرية في كنفه حتى تتهيأ الأسباب لصلاح الأوطان وعمارتها ليعيش الإنسان في سلام آمنا مطمئنا حيث لا غلو ولا تفريط، أمور تدعو الحاجة في زماننا إليها. فماذا الذي لا يرى في قارتنا حروبا وبؤسا وعداوة وبغضاء؟ من ذا الذي لا يراها ساحة لنشر الأفكار الهدامة التي تمزق الأوطان وتعبث بحياة الإنسان وتهدر الطاقات عبثا وبلا نهاية؟ حقائق ووقائع على الأرض قيض الله لها من علماء الأمة ومفكريها والمتألمين لحالها، من تداعوا في مؤتمرات تدفع بهموم الأمة إلى الواجهة، عسى أن تكون البداية للملمة الجراح وتنقية القلوب مما أصابها من درن جاهلية جهلة أثمرت حقدا وعداوة وبغضاء. في النسخة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للسلم هنا على هذه الأرض، أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث الوسطية والاعتدال والتعايش بانسجام، حيث يرتفع صوت الحوار الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة، وما إن يتجلى الحق حتى يخضع له الجميع. تنعقد إذن النسخة، هذه النسخة التي اتخذت شعارا حري بالجميع أن يتأمله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. دعوة إلى خطاب السلم، فكيف نحققه في قارة تنوء بالصراعات، بالأفكار المتطرفة، بالنزاعات والتوترات؟ هي أسئلة مشروعة ومطروحة، ولعلنا نستغل سانحة وجود ضيوف أكارم معنا الليلة، وهم من يشاركون بقوة في نقاشات جلسات المؤتمر، وذلك لفهم ما يمكن أن يقام به من إجراءات عملية وميدانية لتحقيق ادخلوا في السلم كافة. نرحب بضيوفنا الأكارم وهم السادة: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أرحب كذلك بالأستاذ أبو بكر الأحمد، وزير سابق، مرحبا بكم. أرحب كذلك بالأستاذ الدكتور عادل حسن حمزة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، مرحبا بكم. مرحبا بكم وعليكم السلام. أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في مستهل هذا اللقاء. نبدأ بهذه المعالجة ثم نعود بحول الله تعالى لنبدأ النقاش. المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ملتقى سنوي تحتضنه العاصمة نواكشوط، فيه تزدحم عقول علماء ومفكرين وصناع قرار مشغولين بهموم قارتهم وواقعها الملبد بالصراعات والحروب، للخروج بأفكار قابلة للتطبيق تعزيزا للسلم والأمن في القارة. ولأن البحث عن السلم واجب الزمان اليوم، وانطلاقا من سماحة الدين الإسلامي الحنيف، جاء الملتقى الثالث رافعا دعوة إلهية كريمة اتخذا منها شعارا له: ادخلوا في السلم كافة. مبدأ شرعي سيتباحث المشاركون في هذا الملتقى حول آليات وسبل تطبيقه خروجا بالقارة من مأزقها الصعب. ويأمل المشاركون في الملتقى أن تصب جهود قادة وشعوب القارة نحو الاستقامة على طريق السلم باعتباره طريقا محمود المآل، هدف يسعى المؤتمر إلى تحقيقه عبر التوعية بأولوية السلم ونشر النصوص الشرعية والمبادرات الرامية إلى معالجة الإشكالات المسببة لعدم السلم في الأوطان. وكخطوة عملية وتشجيعا للالتزام بهذا المبدأ، قرر المؤتمر منح جائزة سنوية للسلام، منحت نسختها الأولى لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية عرفانا بجهوده في تعزيز مبدأ السلم والأمن في القارة.
الملتقى السنوي للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم فرصة يتخذ منها دعاة السلام لنذر بذور المحبة والوئام في القارة، دعوة ستأتي أكلها ولو بعد حين، كما يقول رئيس المؤتمر العلامة عبد الله بن بيه. فإلى أي حد وفق هذا المؤتمر في توجيه البوصلة نحو السلم والسلام؟ وما أبرز الإشكالات التي ستكون مثار بحث ونقاش معمقين خلال المؤتمر الذي افتتح هذا اليوم؟ مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيوفنا الأكارم هنا في الاستديو. أبدأ معكم معالي الوزير. خطاب السلم، ما يعني، ماذا يعني تحديدا حتى يفهم المشاهد الكريم ضرورة أن يتجسد خطاب السلم بين أبناء الأمة الإسلامية وأيضا في بين أفراد هذه البشرية جمعا؟ أولا بداية بعد التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين، ونحن أمام عاصمة الثقافة الإسلامية، يسعدني أن أهنئ وأن أثمن اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام 23 من الألفية الميلادية 3، متمنيا لكم كل التوفيق، مؤملين أن تقدم نشاطا كبيرا في الثقافة الإسلامية المعتدلة، ولعل من يمن الطالع أن يأتي هذا المؤتمر مع بداية هذا العام في اختيار هذه العاصمة عاصمة للثقافة الإسلامية. الحقيقة كما ذكرت، الأصل هو السلم، والحقيقة رسخت في كتاب تحت عنوان فلسفة الحرب والسلم والحكم أن الأصل في الإسلام وفي الحياة هو السلم، وأن الحرب ضرورة وطارئة وليست أصيلة أبدا، وأن الحرب في الإسلام هي حرب دفاعية وقائية لا اعتداء فيها على الإطلاق. وأصل كلمة السلم والسلام والإسلام والمسالمة كلها ترتد إلى جذر لغوي واحد هو سلمة، فمنه السلام ومنه الإسلام ومنه السلم ومنه المسالمة. واسم الله عز وجل من أسماء الله الحسنى السلام، ومنه نستمد السلام. تحيتنا في الإسلام السلام، تحية أهل الجنة في الجنة سلام، تحية الملائكة لهم سلام. حتى ذكر الإمام البيهقي رحمه الله أنك إذا قلت لأحد السلام عليك فكأنك تقول له اسم الله عليك، واسم الله لا يحمل إلا الخير. ثم إن السلام هو ضرورة الوقت، وحضرتك أشرت إلى بعض ما تعانيه قارتنا الإفريقية من مشكلات. هذه المشكلات لم تعد قصرا على منطقة بعينها أو قارة بعينها، بل إن العالم كله يعاني من ويلات الحروب. وكنت سابقا أسمع بعض الخطباء يقول في أي دولة من دول الإسلام، اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وكان هذا الدعاء شائعا ولا زال على لسان كثير من الخطباء. فكنت أقول له لا تضيق واسعا، هل لا قلت اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين؟ لماذا؟ ما يحدث الآن في أي مكان في العالم يلقي بظلاله على باقي دول العالم الأخرى. بلادنا الإسلامية ما أصاب العالم في أزمة كورونا وحدث في بعض الدول انتقل وأصاب كل البلدان. تعاني بعض بلادنا العربية والإسلامية من جراء الحرب الأوكرانية الروسية ربما أكثر مما تعاني بعض أطراف الحرب. فما يحدث الآن في بقعة من بقاع العالم يؤثر في سائر البقاع. وقلنا دائما لو أنفقت البشرية على التنمية وكفالة الفقراء وتنمية المناطق الأكثر فقرا معشار ما تنفق على الحروب لتغير وجه البشرية ووجه العالم. السلام كما أكد المؤتمر اليوم، السلام واجب الوقت، السلام ليس طرفا، السلام في الإسلام أصل. نقول ديننا دين السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم نبي السلام، تحيتنا سلام، تحية أهل الجنة سلام، الجنة دار السلام. فيجب أن نعمل وبكل قوة
على ترسيخ ثقافة السلام، وهذا ما يجعلني أوجه تحية كبيرة لاختيار هذا العنوان. وأختم هذه النقلة الأولى بالآية التي تفضلت بالبدء بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة دي متعددة الوجوه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية تؤكد أن من يدخل في السلم ويسعى إليه ويأخذ بأسبابه حيث مقتضياته متبع لطريق الرحمن. من يسلك كما أشرت مسلك الإرهاب والتفجير والتكفير والقتل والتدمير يسلك سبيل الشيطان. بل إن من يكون أمامه اختيار السلم ثم يلجأ إلى اختيار آخر هو أيضا متبع لطريق الشيطان. كلمة كافة بكل ما تعنيه الكلمة، جميعا مجتمعين. وأكدنا أن السلام ليس مجرد كلام، إنما السلام فعل. نسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم لتحقيق السلام لبلادنا، لقارتنا، للإنسانية جمعاء. طيب، شكرا معالي الوزير. سيد الوزير، إفريقيا والحاجة إلى خطاب السلم، النسخة الثالثة من هذا المؤتمر هنا في العاصمة نواكشوط، ومشاركة الطيف الكبير من علماء ومفكرين وقادة رأي، ويعني ألا يمكن أن يشكل هذا نواة صلبة لبحث مشاكل هذه القارة وحل ما أمكن منها بالتي هي أحسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. في البداية نرحب بضيوفنا الكرام في بلدهم الأول موريتاني، ملتقى الحضارات وملتقى الثقافات. وبالنسبة للمؤتمر الحالي كما تفضل معالي الوزير، من خلال الشعار الذي ذكر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نفهم أنه كما تفضلت أنه هذا المؤتمر موجه للداخل، للداخل الإسلامي، أنه فيه مشكلات خارطة من المشكلات الداخلية يعيش الجميع آثارها ومضاعفاتها من عدم الاستقرار ومن الاحتراب الأهلي ومن القطيعة القائمة بين مكونات المجتمع، مكونات الأمة. الأصل أن تكون الأمة المنضوية تحت راية وطن واحد، أن تكون هذه الأمة متضامنة وأن تكون متعاونة وأن تكون حقوقها كلها على أساس انتمائها الوطني. هذه هي التجربة الإسلامية العملية، وهي مقتضى وثيقة المدينة المنورة، وهي التجربة اللي عاشتها الدولة الإسلامية اللي كانت عاصمتها دمشق، واللي كانت عاصمتها بغداد، واللي كانت مرحلة أخرى عاصمتها القاهرة. كل هذه الدول حيثما كانت هناك عاصمة إسلامية كانت تلتقي فيها مختلف المكونات، وكل من ينتمي لهذا البلد ولهذا القطر يعيش بأمن وأمان وسلام. بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، كما قلت، تشعر بأن الخطاب من المؤتمر اهتمامه وأولويته الآن موجهة للسلم الأهلي في القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية وللأسف الآن تعيش خرائط دموية من الصراعات الداخلية، من الاحتراب الأهلي، من استنزاف القوة، يقتل القاتل لا يعرف فيما قتل، ويقتل القاتل كذلك لا يعرف لما قتل، وهذا عنده أسباب متعددة، بعضها يرجع إلى شيوع الجهل، بعضها يرجع إلى الشعور بمظالم معينة، بعضها يرجع إلى سيادة مفاهيم ملتبسة خاطئة عن مفاهيم إسلامية معينة، عن الجهاد أو عن إقامة الدولة الإسلامية، فتكون النتيجة أن يسفك المسلم دماء المسلمين. إذن هذا ليس فيه تقدم، وليس فيه حتى ليس فيه انسجام مع الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. المسلم يجب أن يشعر في ظل الدولة الإسلامية بسلام يطال ماله، بسلام يطال دمه، بسلام يطال عرضه، بسلام حتى يطال بيته لا يدخل إلا باستئذان. إذا انتهكت كل هذه الحرمات الآن، هذا نشهده ونعيشه في قارتنا الإفريقية. رغم ما لهذه القارة من تقاليد وقيم في المصالحات وفي التوافق وفي الحكمة وفي الحكامة الرشيدة، الآن تعيش فعلا إفرازات وضعية جديدة
غريبة، وهذه الوضعية كانت تعصف بهذه الكينونة وتعصف بالتماسك الأهلي والتماسك الاجتماعي. هذا التماسك الاجتماعي ضرورة، لا يمكن أن تحصل تنمية إلا في ظل الاستقرار. التنمية يجب أن نتحاور حولها. هذا المؤتمر يريد أن يعلمنا الشجاعة النفسية، القوة النفسية والشجاعة، وأن يعلمنا كيف ندير الحوار بيننا بالحسنى لحل مشكلاتنا بالتي هي أحسن، وليس بالدماء وليس بالبنادق وليس بالاغتيالات وليس بالاحتراب وليس بالقطيعة. القطيعة القائمة، هناك مشتركات في هذه الدول الإفريقية، مشتركات في بعض الأحيان عقدية، ومشتركات وطنية، ومشتركات دينية، ومشتركات تاريخية. هذه المشتركات توظف إيجابيا من أجل تحقيق الانسجام اللي يضمن الاستقرار، اللي يقود للتنمية، اللي يقود للحوار والتفاهم حول مشاكل المشاركة السياسية ومشاكل الحريات العامة ومشاكل حرية التنظيم وحرية التعبير وحرية التأسيس. يعني هذه الأمور كلها يريد هذا المؤتمر وتريد هذه المؤتمرات أنها توجهنا، لأن نعود وعندنا حوارات فيها وعندنا فيها توجه للمصالحة، للمصالحة إصلاح ذات البين اللي مأمور بها والصلح والخير. إذن القضية قضية تشخيص أكبر مشكلة الآن تعاني منها القارة. طبعاً هو التخلف مظهر وحالة الفقر وحالة سيادة المرض، لكن السبب الأساسي في هذا تبديد الطاقات وإهدار هذه الطاقات في الصراع والاحتراب الداخلي. وعندما يقع هذا الاحتراب الداخلي وهذا الخلاف يكون التنازع، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، معناها لن تكون لنا قوة ولن تكون لنا كلمة ولن نستطيع أن نواجه في هذه القارة تحديات الفقر أو التخلف أو الجهد أو حتى تحديات محاولة الآخر الاعتداء علينا. فما لما يكون هناك ناظم من المفاهيم الصحيحة من التي ترعى المصالح وتنطلق من قواعد حقيقية ومن فهم سليم، مفاهيم سليمة، معناه أننا سنبقى في عين العاصفة. إذن هذا ضمير، هذا نداء، هذه مسؤولية ينبغي أن يتعاون عليه الجميع من أجل أن يسود صوت يحصل التقارب. الآن ما فيه بلد من البلدان الإفريقية إلا وفيه مجموعات بعضها يلعن بعضها، في بعض الأحيان تنتمي لنفس العقيدة ولنفس الدين، لا يفرقها دين ولكن تفرقها مدارس. أخوة الإسلام اللي تجمعها العامة وهي الأصل أهدرت بسبب خلافات فرعية، والأصل أن الفروع مقدمة عليها الأصول، من يلتقون في الأصول لا ينبغي أن تفرق بينهم الفروع والقضايا الاختلافية الجزئية. كذلك الإخوان في الوطن الذين لا تجمعهم عقيدة واحدة مع الآخرين في بعض الأحيان أيضا يكون الاحتراب بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر غير مسبوق في الدولة الإسلامية. تاريخ الدولة الإسلامية كما قلت عبر تاريخها كله عاشت في أحضانها كل الديانات وكل الأقوام آمنة مطمئنة، جسور المودة والمحبة ممدودة بينها من عهد المدينة المنورة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد وثيقة المدينة إلى اليوم. إذن ثقافة عشق الدماء واستخفاف إراقتها والناهيك عن الأعراض وناهيك عن الأموال وناهيك هذه قضايا كأنها متجاوزة. إذن في الحقيقة هو نداء ضمير تحتاج الأمة وتحتاج النخبة أنها تقترب من بعضها وأنها تتحاور عن قرب وأنها تتبلبر تصحح المفاهيم الموجودة وترسخ تقاليد في الحوار كما قلت لحل كل المشاكل. لأن نقطة التفوق الآن اللي موجودة عند الغرب علينا من عواملها الأساسية أنهم عرفوا كيف يديرون الحوار بينهم بالحسنى، كيف ينظموا خلافاتهم اختلافهم. الاختلاف مسألة طبيعية، لكن هذا الخلاف إذا كان سينظم طبق قواعد معينة، إذا كنا سنظهر المشتركات ونعطيها حجمها وننطلق منها ونحافظ عليها، ننظر بعد ذلك في الفرعيات وفي القضايا اللي مختلف فيها. ولا بد أن يكون هذا محكوم بالشرع، ولا بد أن يحكم بالعقل، لا بد أن يكون محكوم بالحكمة، لا بد أيضا أن تراعى فيه المصالح والمآلات. إلى أين نحن متجهين إذا بقيت القضية هكذا؟ نحن نستمع للأسف الشديد 100 مرأة مختطفة من هذا البلد وذاك، 100 مرأة مختطفة، 100 بنت تدرس في المدرسة مختطفة. ما هي الأهداف من هذا النبيلة الكبيرة؟ ما هي الأهداف كما قلت من القطيع أو من الهجران؟ لأن اختلفت معك في الرأي، تفضل نتحاوروا نحصروا القضايا اللي مشتركة، ننظر كان أكبر اللي متوافقين فيه والله اللي مختلفين فيه، هل أكبر القضايا التي تجمعنا أم القضايا التي تفرقنا؟
فعلى كل حال الهدف الأساسي من هذه المؤتمرات هو التقارب وليس التباعد، هو التواصل وليس القطيعة، هو الحديث، وكل بشجاعة يطرح رأيه ويطرح وجهة نظره ويطرح القيم اللي يؤمن بها على الطاولة على ضوء الناظم اللي له ناقشه على أساسه من مصلحة، والله من شرع، والله من حكمة، والله من مقتضيات ظرفية معينة ناقشه على الطاولة الحوار. لكن هذا حوار الطرشان كل واحد جالس وحده وإصبعه على الزناد، واللغة لغة الرصاص ولغة الدماء التراق هنا وهناك للأبرياء للأطفال للنساء، مسائل بشعة لا يستطيع الإنسان أن يتصور هي لما تحدث. ما الذي يستفيد الإنسان من شخص أمامه يذبحه؟ لا لشيء. نحن عشنا مراحل معينة هنا في ظروف معينة في بلدنا على الحدود، مجموعة من الدعاة تدخل بلد معين فتذبح كله، هذا يخدم ماذا؟ ناس مسالمين عاديين. إذن على كل حال الحقيقة من لم يرى هذا الخطر معناها أنه ينبغي أن ينتبه لذاته، هناك خطر حقيقي يتهدد هذه القارة من الخلافات ومن القطيعة ومن الشحناء ومن العنف اللفظي والعنف العملي والاعتداء على الأعراض والاعتداء على الدماء والاعتداء على الأموال. هذا في الحقيقة لا يخدم الحضارة ولا يخدم الرقي ولا يخدم التقدم، ولا يمكن أن تحصل معه تنمية، ولا يمكن لأمة ولا لقارة تعيش هذه الثقافة أنها ترتقي إلى المستويات اللي تجعلها في مصاف الأمم الأخرى، واللي يجعلها تستطيع أنها تحمي حقوقها وتقوم بواجباتها وتأخذ مكانتها المناسبة لها في قيادة العالم. طيب دكتور، الأصل أننا تجمع بيننا طبعا الكليات، ولا ينبغي أن تفرق بيننا الفروع، هذا هو الأصل. لكن الحاصل أن بعض المفاهيم الدينية حملها البعض ما لا تحتمل، يعني ربما هناك تفسير خاطئ لهذه المفاهيم الدينية حتى وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه الآن من احتراب واقتتال وتفرقة وتشرذم. لا ينبغي أن تعطى لهذه النقطة يعني مساحة كبيرة من النقاش حتى نصل إلى أفكار عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بأن نجلس، أن نتحاور، أن نصحح هذه المفاهيم حتى نلتقي، لأننا إن لم نصحح هذه المفاهيم فلن نلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. بدءا أعبر عن سعادتي من الصعيد الشخصي وكذلك من صعيد المؤسسة التي أنتمي إليها، مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وبلدنا السودان، باعتبار أن هذه المشاركة مشاركة تسلج الصدور وتجعل من بلاد الإسلام بلاد متآخية متحاببة تحمل هما واحدا. فأنا يعني جد سعيد بهذه المشاركة في هذا المؤتمر الذي يحمل هذه الهموم العظيمة التي لا تنحصر، يعني كما تفضل السادة المتحدثون، في بلد واحد ولا في قارة واحدة، وإنما هي هموم عالمية تجعل من العالم كله جسدا واحدا. وبالعودة إلى سؤالك عن المفاهيم الخاطئة التي كانت سببا رئيسا في أن يصل الناس إلى ما وصلوا إليه في شتى بلاد العالم وبخاصة في قارتنا إفريقيا كما تفضل سعادة الوزير، فإن تصحيح هذه المفاهيم هو من الضرورة بمكان. إذا كان السلام هو واجب الوقت وهو ضرورة الوقت، فلا بد من الأخذ كذلك بالأسباب والوسائل التي توصل إلى هذا السلام، ومنها تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة التي أودت بكثير من المتهورين، سواء كان يعني من الشباب أو حتى من الشيوخ الذين يعني بعضهم أضطر لهؤلاء الشباب ما هم فيه
من سوء الفهم ومن سوء التقدير ومن سم سوء المعتقد وخطئه، الأمر الذي ينعكس طبعا بصورة واضحة على سوء العمل وسوء التصرف. ومما ينبغي أن يؤكد عليه مع تصحيح هذه المفاهيم هو أن الاختلاف سنة كونية أثبت الله عز وجل يعني ذلك في كتابه الكريم، وأثبت معه أن هذه السنة الكونية وهي الاختلاف لا تتناقض مطلقا مع الوحدة الإنسانية. يعني إذا قرأنا قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فالمفسرون لهم يعني أقوال محترمة ومعتبرة في هذه الآية، منهم من قال ولذلك خلقهم يعني للاختلاف، ومنهم من قال ولذلك خلقهم يعني للرحمة، وكلا الأمرين صحيح لأنه لا تعارض بينهما والآية تحتمل كلا التفسيرين. فيكون خلق الله عز وجل للإنسان أو للإنسانية ككل على سنة الاختلاف أمرا من بديع صنع الله عز وجل، لكن جعل الله عز وجل من أسباب أو جعل هذا الاختلاف من أسباب حصول رحمته، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا كان الاختلاف سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده ليتناغموا وليكون هذا الاختلاف اختلاف تناغم واختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ولا اختلاف تضارب في الأصول وفي المشتركات الإنسانية، لأن الآية جاءت في معرض الكلام على الإنسانية ككل، فلا ينبغي أن يكون هذا الاختلاف سبباً لتآكل جسد هذه الإنسانية، وإنما يمكن أن يكون سبباً من أسباب رحمة الله عز وجل بعباده، أن من رحمة الله أن جعله مختلفين في هذه الأنظار، في هذه الأفكار، في هذه الألوان، في هذه الأصوات، في هذه اللغات. فيحدث هذا ما يجب أن يكون، يحدث التناغم بين جميع فئات البشر تأكيدا لبديع صنع الله عز وجل، وإلا يكون الخروج حتى على النواميس الكونية التي أراد الله عز وجل أن تسود بين عباده. فلذلك من المفاهيم التي يجب أن تصحح أن الاختلاف لا يعني بالضرورة عدم الوحدة الإنسانية، فيمكن أن تتحقق الوحدة الإنسانية مع بقاء مع وجود الاختلاف، إذا تمت إدارة هذا الاختلاف كما تفضلت بالحوار وبتصحيح المفاهيم، أو قبل ذلك نشر المفاهيم الصحيحة، لأن المفاهيم الفاسدة يعني ما سادت وما انتشرت بين فئات المجتمع التي نشزت عن هذا المجتمع إلا لغياب المفاهيم الصحيحة وغياب القائمين أو من يجب أن يقوموا على أمر إيضاحها وبيانها وتوصيلها للعلماء. ولا يعني أتهم أهل العلم هنا بالتقصير، وإنما يعني ربما يعني تغيرات العصر وهذا التطور المتسارع الذي يعني ربما يعني سلب من كثير من القادة والمفكرين والعلماء والمربين كثيرا من الوقت، سرقهم الوقت ويعني جعل الأجيال المعاصرة تهتم بقضايا ترى فيها أنها هي قضايا الوقت. فإذا حصل تفهيم لهؤلاء الشباب وتوضيح وبيان في جميع المستويات، سواء كان مستويات الدراسة في المراحل الدراسية المختلفة أو مستويات الدراسات العليا في الجامعات وما فوق الجامعات، إذا حصل يعني هذا الأمر وقام العلماء وقادة المجتمعات بدورهم، فبلا شك يعني يحدث كثير من التراجع عن الأخطاء، ويحل محل ذلك تصحيح هذه الأخطاء وتصحيح هذه المفاهيم لتسود لغة الحوار بدلا من لغة الاقتتال، ولنبدأ بإصلاح ذات بيننا كما أمرنا الله. ولعل يعني من بعض المشاكل التي ظهرت
والاختلافات التي يعني حدثت في عهد النبوة ما كان سببا لنزول سورة كاملة بل سور من القرآن الكريم كسورة الأنفال وسورة الحجرات وغيرها من السور التي القرآنية الكريمة التي حملت يعني منهاج لكل الأمة الإسلامية ولكل أجيالها المتعاقبة. وإذا قرأنا يعني هذه الآيات فإنها صرفت الأنظار عن أسباب الاختلاف ودعت إلى تحقيق الصلح وإصلاح ذات البين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن هذا هو المقصد الذي يعني جاء به الإسلام وجاءت به شريعة الإسلام. ثم جاء بيان ما اختلفوا فيه لاحقا بعد عشرات الآيات، جاء تفصيل سبب هذا الاختلاف وبيان الحكم الشرعي فيه. لكن كان المقصد الأسمى في بداية هذه السورة أن تزول هذه الاختلافات ويصلح المؤمنون ذات بينهم ليكونوا أنموذجا يعني أمثل لغيرهم كما كان رسولهم صلى الله عليه وسلم في تسامحه وفي يعني أخلاقه العظيمة التي مدحه بها رب العزة جل وعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله فيكم معالي الوزير. تركيزا على المشكلة الكبرى، حسب مخرجات المؤتمرات السابقة، من يحملون لواء الفكري والتعصبي الأعمى يدفعون بشبهات إلى عامة الناس. هذه الشبهات ربما تدفع البعض إلى تصديقها وإلى النظر فيها بأنها يعني لها وجاهتها. كيف يمكن دفع هذه الشبهات حتى تكون الصورة واضحة بأنها شبهات لا مكان لها في المجتمع المسلم المسالم الذي ينشد الخير والإنصاف بين أفراده؟ يمكن أن نصنف هذه الشبهات إلى قسمين أساسيين: قسم ناتج عن سوء الفهم أو عن الجهل، وقسم ناتج عن الهوى وإلباس المصالح الدنيوية ثوب الدين. ذكرت في حديث اليوم نموذج للفهم الخاطئ. فمثلا عندما ندرس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تجد نصا ناسخا ونصا منسوخا، كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزعوها. قد تجد ما يوهم لبعض الناس من غير العلماء المدققين أو المتخصصين ما يوحي ظاهر النص فيه بالتعارض، أو قد تصل إليها رواية ولا تصل إليه باقي الروايات مما يجب أن تجمع فيه الروايات. فمثلا يجي مثلا حديث، نضرب نموذج اللي ضربنا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، أخذه بعض الشباب هكذا دون أن يدرس بقية النصوص ولا سبب الحديث، وأخذه قولا قاطعا وكأنك إذا سلمت على غير المسلم ارتكبت جرما كبيرا وربما خرجك من الملة. هذا قلنا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، إني راكب إلى اليهود غدا. فهذا كان في حالة حرب، ففرق بين الأعداء المحاربين والأعداء المسلمين. وكما ذكر معالي الوزير وثيقة المدينة، نشوف النبي قال في إيه؟ إن يهود، بيتحدث عن مين؟ اليهود. إن يهود بني عوف، ويهود بني النجار، ويهود بني جشم، ويهود بني ساعدة، وعد اليهود قبيلة قبيلة مع المؤمنين أمة. اليهود نعم مع المؤمنين أمة، ده في حالة السلم. وقبل أن يقول للمسلمين دينهم بدأ لليهود دينهم. فيمكن في فرق بين قضية، الناس مش قادرة تفرق بين قضية التعايش وخصوصية الأديان. نحافظ على هويتنا الدينية، نحترم هوية الآخرين، ونتعايش معا كما رسخت وثيقة المدينة كأعظم وثيقة في تاريخ الفكر البشري، في تاريخ الفكر الإنساني، اللي هي وثيقة بعد يعني وثقت للعيش الإنساني المشترك. هنا نقول إن الحديث ده مخصص بحالة الحرب. طب إيه اللي خلاه؟ أول حاجة في حديث مطلق وحديث مقيد.
وإذا اجتمع الإطلاق والتقييد فالعبارة بالمقيد وليس بالمطلق. هنا فلما يقول إني أراك ففي حالة الحرب، تيجي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. لو كان النبي عايز يقول شخصه لقال من عرفت، أنت بتعدي على أي إنسان في أي شيء سلم عليه، إذا كنت لا تعرف لا اسمه ولا قبيلته فهل من باب أو لأنك لا تعرف دينه. مر أحد الناس على سيدنا عبد الله بن عباس قال السلام عليك يا ابن عباس، فقال وعليك السلام ورحمة الله، إنه مجوسي. قال أوليس في رحمة الله يعيش؟ فإفشاء السلام حتى في الحديث أيها الناس، ما قالش أيها المؤمنون، أيها الناس أفشوا السلام. هل أفشوا السلام على المؤمنين وحدهم ولا مطلق إفشاء السلام؟ فإفشاء السلام جاء مطلقا بدليل ترك السلام على من عرفته ومن لم تعرف. سيدنا عبد الله بن سلام يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما قدم انجفل الناس إلي أي أصرع الناس إلي، فجئته فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه أيها الناس أول شيء أفشوا السلام، مش قال ألقوا السلام، أفشوا السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بدأ بالسلام، قال كمان ليس هذا فقط، مش فقط طفش، إن أولى الناس بالله من بدأ الناس بالسلام، أولى الناس بفضل الله ورحمته من يبدأ السلام. إفشاء السلام مش فقط إن أنت تقول لواحد سلام عليكم وأنت تكيد له وتحقد عليه وتدب، هذا ليس بسلام، هذا احتيال. إنك أنت تلقى إنسان من الناس بتقول له السلام عليكم ورحمة الله فتعطيه هذا، كلمة إلقاء السلام عهد منك لمن سلمت عليه بالأمان، كأنك تقول له لك الأمان، عهد من الله الأمان. كيف تعطيه أمانا لفظيا وأنت تخادعه وتدبر له المكاين؟ إفشاء السلام ليس بمجرد القول وإنما بالعمل، تسعى للصلح بين الناس بين القبائل بين المتخاصمين، هذا معنى إفشاء. الإفشاء أن تعمل على أن يكون السلام منهج حياة، هذا جانب. فأحيانا ينتج عن سوء الفهم، لكن أحيانا ينتج عن العصبية والهوى وتحقيق المصالح النفعية الدنيوية باسم الدين. ولذلك يمكن حتى الكتاب الذي أشرت إليه في المقدمة أبط فيه فلسفة الحرب والسلم والحكم، ما الرابط؟ قلنا الأصل في الإسلام السلام، والحرب دفاعية للدفاع عن ليس القتل على المعتقد وإنما القتل لدفع القتل. فنأتي هنا إلى قضية الحكم، هختم بنقطتين، فهم الخاطئ للنصوص أو قضية الحكم. تأتي كثير من الشباب الذين يحملون السلاح على دولهم وعلى أهلهم، وزي ما ذكر معالي الوزير يخطفون النساء والأطفال، يقولون أنتم لا تحكمون بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون. قل له تعالى اسأل هؤلاء، قل له تعالى تعالى يا بني نحن نريد أن نحكم بما أنزل الله، أين كيف نحكم بما أنزل الله؟ ما الذي لا نحكمه بما أنزل الله حتى نصلح حوالنا فيه؟ هو لا يعرف سوى أنتم لا تحكمون، ولا يعرف لا معنى الحكم ولا كيف تحكمون. ثم إن يعني هم يغالطون. أنا أديك بس نموذج في مبحث في مهم جدا كتبته في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الدولة في إدارة الدولة. قلنا هناك ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا ورسولا على سبيل التعبد من الأمور التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه تؤخذ كما جاءت عن سيدنا رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الصيام، العبادات، الأمور الثابتة. لكن في شؤون الحياة تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا ورسولا وحاكما. هنيجي بس هدي نموذجين في حديث من الأحاديث، من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي من استصلح أرضا فهي له. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله هذا مما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية، بمعنى النبي كان نبيا ورسولا ولا تنفك عنه صفة النبوة والرسالة في جميع تصرفاته، لكنه كان نبيا ورسولا وحاكما، نبيا ورسولا وقائد أعلى للقوات المسلحة، نبيا ورسولا وقائد أعلى للشرطة، نبيا ورسولا وقاضي القضاء. صفة النبوة والرسالة ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين حيث لا نبي ولا رسول بعده. بقي أمر آخر أن يكون المتصرف فيه الصفة الأخرى، فكان
الجزيرة العربية كما نعلم أرض متراميه الأطراف، وكان النبي يريد أن يشجعهم على الزراعة فأعطاهم ذلك. هل يأتي أحد من الناس الآن يضع يده على مساحة واسعة ويقول أنا استصلحتها فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله؟ قال الإمام أبو حنيفة هذا تصادف في حكم الولاية لولي الأمر. طب لو ولي الأمر أو الدولة أرادت أن تشجع الناس في أي دولة من الدول ولي الأمر قال من استصلح فهو له هذا، لكن إذا وضع القوانين والضوابط ذلك. حاجة تانية، في الجيش من قتل قتيلا فله سلمه، كان لم يكن هناك جيش نظامي بمعنى بمفهوم من العصري يصرف له رواتب ودرجات وجنود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض المقاتلين فجعل لهم سهما من الغنيمة، والدليل على ذلك أنه جعل للراكب الذي يركب على الفرس سهمان وللرجل الذي يمشي على رجليه سهم، الراكب سهم له وسهم لفرسه لأنه هو الذي يشتري الفرس وهو الذي يقوم على رعايته. طيب الآن بما إن النظام، هل يأتي الآن من في عصرنا الحديث من كان في معركة وأخذ دبابة أو مضلعة أو يعني أخذ يقول من قتل قتيلا فله سلمه؟ نقول هذا مما ينظمه القوانين. فهناك ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم صفة الولاية كما قال الإمام أبو حنيفة. فمن يقولون أنتم لا تحكمون بما أنزل الله لا يعرفون سوى ترديد هذا الأمر، يجب أن يدرك الناس الفرق الكبير. كثير من الأخطاء، كثير من الأخطاء التي ألبست على الشباب ودفعتهم إلى التطرف عدم الفهم وعدم التفريق بين الثوابت والمتغيرات. نعض على الثوابت بالنواجذ من عقيدة وصلاة وصيام كما هي، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وجماعات التفريط، وإنزال المتغيرات منزلة الثوابت إنزال المتغيرات عين الجمود والتحجر وسوء الفهم وهو الذي يجر إلى التخلف. عدم التفريق بين العادات والعبادات، عدم التفريق بين المحرمات. أنت تسمع كلمة حرام يا أخي حرام عليك، كل شيء حرام، وهو لا يفرق بين الحرام والمكروه وما هو خلاف الأولى، ولا يفرق بين الواجب والمباح والمستحبات. ثم إن النقطة الأخيرة مهمة جدا هختم بها كلامي، العلماء منهجهم السعة، والأصل في الأشياء الإباحة والتحريم لا يثبت إلا بدليل. الأصل التيسير، الإسلام التيسير، التشدد يحسنه الجهلاء، لا تشدد في الدين، لا يشدد دين أحد إلا غلبة. منهجنا التيسير، العلماء منهجهم التيسير والسماحة والسعة، الدين يسر، والجهلاء منهجهم التشديد. كثير من الناس يظنون أن التدين يقتضي التشدد وهذا خطأ فادح لا إكراه في الدين. شكرا معالي الوزير. سيد الوزير، يعني ألا تقتضي الأمة مصارحة ومكاشفة فيما بينها؟ طبعا تنعقد هذه المؤتمرات، يجتمع العلماء المفكرون وقادة الرأي طبعا من يؤثرون في الساحة الإسلامية، يعني لماذا لا تنضج فكرة أن تصحيح هذه المفاهيم وأن ثقافة السلم مع من له مفاهيم خاطئة ينبغي أن تسود وينبغي أن تكون هي الحد الفاصل والفيصل في مشكلة الأمة الكبرى المعقدة، وهي تعيش الآن بين مطرقة التطرف والتعصب وسندان أيضا ربما التساهل. على كل حال، هو أول شيء ينبغي أن يحدث أن تعود الأمور إلى نصابها، أنه يبقى للعلماء دورهم ولطلبة العلم دورهم. العلماء من الأمة سواء كانوا في هذا الصف أو ذلك الصف ينبغي، وهذا هو اللي كنا نقول أنه لسائد الآن هو ضعف التواصل، ضعف ثقافة التواصل وضعف ثقافة الحوار. اللي مطلوب الآن هو تقوية ثقافة التواصل وثقافة الحوار. ينبغي للعلماء أن يتحاوروا فيما بينهم وجها لوجه وبطريقة مباشرة وبطريقة هدفها الوصول إلى الحق، وصول الهدف منها تضميد الجراح، جراح الأمة، الهدف منها إنقاذ الأمة من كبوتها، لأنه في الحقيقة هي هذه طاقات للأمة. الشباب الآن اللي يقتل نفسه في الميادين ويقتل الآخرين بغير حساب هو طاقة للأمة، طاقته كان ينبغي أن توجهها لما فيه خير الأمة ولما فيه نهضتها. إذن الأمة تضيع مرتين، تضيع
بسبب ضياع هذه الطاقات من أبنائها اللي أصيبوا بداء التطرف العصبية، وهم جزء من الأمة ولديهم قدرات هائلة على التضحية، ولكنها تضحية في ميادين هدامة، ميادين الهدم والقتل وتوسيع الهوة فيما بين الأمة وتكريس واقع التخلف، وأيضا الضحية في الجانب الآخر وهو القطيعة. ينبغي فعلا يحصل التواصل والحوار، وينبغي أن الأمور تعود على أساس السلم المعروف بالسلوة للذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء ينبغي أن تترك لهم مكانتهم، يناقشوا طالب العلم يناقش من موقعه كطالب علم، والعالم يحاور كعالم من أجل الوصول للحقيقة. للحقيقة ما فيه عقل سليم ولا علم يشجع تمزق الأمة بهذه الطريقة وقتل بعضها لبعضها وتوجيه طاقاتها ضد بعضها، مهما كانت المظالم ومهما كانت الشبهات، مع أن هذه الشبهات قضيتها واضحة. الجهاد اللي تحدث عنه معالي الوزير سواء كان جهاد طلب على الذين يقولون به أو جهاد دفع على الذين لا يرون إلا جهاد الدفع، مما يكون هو تدبير حكومي، ليس عملية جماعات، ليس من خصائص اختصاص جماعات. جماعات لا تملك دولة ولا تملك وسيلة لاستيراد السلاح ولا تملك حيزا جغرافيا، كيف لها أن تقوم بعملية جهاد؟ الجهاد ليس ردة فعل، ليس ردة فعل انفعالية. العهد المكي علمنا أنه الجهاد ينبغي أن يكون بعد ما تمتلك الأمة الوسائل اللي قادرة بها على الجهاد، والجهاد ليس أن يقتل المسلم والمسلمة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس عليه الظلم ويمارس على الصحابة في العهد المكي ما يقبلهم يردوا عن أنفسهم الظالمين اللي اعتداوا عليهم؟ انتصر الإسلام في ذي المرحلة بالصبر وبالتحمل حتى يهيئ يعد العدة ويهيئ نفسه ما يدمر نفسه في البداية. ليس كل استعداد للتضحية وليس كل استعداد يعتبر محمود ويعتبر جهاد. إذن الأمة الآن بحاجة، ما ندعو إليه الآن هو أن الأمة تتقارب فيما بينها وتقضي على القطيعة أيا كانت، قطيعة بين الشيوخ والشباب، قطيعة بين الحاكم والمحكوم، الحاكم حاكم للبلد والمحكوم هو وقود هذا البلد. ينبغي أن يحصل بينهم تواصل ودرء المخاطر، مسؤوليتهم كاملين ومصالحهم كلهم ومسؤوليتهم كلهم. العمل الآن اللي غض أنه يعيش فيه الآن قوة معينة تعيش على الخلاف وتعيش على التخوين، تعيش على اتهام النيات. نتعالوا إلى كلمة سواء، نتحدث مع بعض وجها لوجه في قضايا معينة على ضوء المصالح العليا. كيف قال اليوم الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله؟ واجب الوقت الآن هو أن نتسالم فيما بيننا. السلم الآن هو واجب الوقت. واجب الوقت معناها أن في واجبات أخرى غير قد يعود عندها وقت آخر. الأمة الآن واجب وقتها أن تعيش حالة السلم من أجل أن تنهض ومن أجل أن تقوى. كيف أمة مختلفة بعضها يضرب بعضها تقوى؟ كيف تحصل على اكتفاء ذاتي في مواد غذائية أو اكتفاء ذاتي في الكهرباء أو اكتفاء ذاتي في كيف الأمة ما لا تحصل على اكتفاء ذاتي في أي شيء أن تواجه وأن تقاتل؟ إذن الآن احنا طاقاتنا مهدرة كما قلت، والاحتراب احتراب داخلي، وطلبة العلم يريدون أن يقودوا العلماء، ما في واحد يخلي الواحد دوره. من يعيش الحكم يعيش، من يتولى مسؤولية الحكم أيا كان يعيش إكراهات معينة من أجل المصلحة الاستراتيجية لمستقبل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية ما استصاغه الصحابة كاملين، كان 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 حقيقة مرة ومواقف متعددة، كل الصحابة ما استصاغوها مرحلة معينة. أم سلمة قالت له احلق إياك وما يحرقوا، يعني هم تمنعوا. هذا ينبغي أنه يفهم أنه فعلا الحاكم أن الأمة أنها عندها إحساس، غير ينبغي للأمة أيضا أنها تعرف أن الحاكم عنده النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل الوزير هنا كان يتصرف باعتباره رئيس الأمة، رئيس الدولة، يرى رؤية معينة، يرى أن الصبر على أمور معينة هي التي ستقود الأمة إلى مرحلة النصر وليس مواجهة القوة بالقوة. الآن إذا متى نستعمل القوة وكيف نستعمل القوة وضد من نستعمل القوة؟ هذا تدبير حكومي، المسؤولية فيها من التقصير أو من الواجب أو من على الحاكم. وسائل الاختيار ينبغي أن الحاكم ينبغي أن تحدد. على كل حال مهما كانت الأمور قد تكون فيه مظالم متعلقة بالمشاركة السياسية،
تعالوا نتحاور حول طرق المشاركة السياسية، قد تكون فيه مظالم سببها تخلف التنمية، تعالوا نتحاور حول المشاريع المهمة التي تجعل الأمة تنهض ونتقدموا بها ونتعاونوا فعلا عليها، على ذلك اللي ممكن أن نحقه يقال عملية الإثناء، أن كل واحد يريد أن يفرج الآخر، كيف يقول الشيخ عبد الله بن بيّر حفظه الله أنه تنازع البقاء يؤدي إلى الفناء، يبقى لا رأيانا ورأيك أنت ما يبقى، يبقى لا وتصور يانا هو لا يتنهض به الأمة تصورك أنت، إحنا الأمة هي كل هذا، حتى الذين لا يجمعهم ناظم ديني داخل الدولة ونتحدث عنهم مع الوزير الوثيقة تقول لهم أمة واحدة. إذا نحن الآن بحاجة إلى رشد وإلى حكمة وإلى عقلانية وإلى عودة إلى ما نتحرك من باب ردة الفعل. طيب أنا ظلمت، ردة الفعل شنو؟ أني نقتل نفسي، أني نقتل أمتي، أني سبب حرب. لا، ردة الفعل ينبغي أنها تعود منظمة وتعود على ضوء الشرع. ما كافي أنك طيب وجدت شبهة وتعلقت بها وهذه الشبهة حقيقية، يا غير ما تؤدي لهذه النتيجة العدل؟ ما تعطيك أنت حق القتل ولا تعطيك حق الخروج ولا تعطيك حق هذا واضح؟ لأن كل شيء ضوابطه في الشرع واضحة، وكل شيء ملي حسب مقتضيات المصلحة واضحة أموره. إذن ينبغي أن ترجع الأمور إلى نصابها، يكون عند أهل الرأي وأهل الحكمة وأهل التجربة وأهل العلم مواقعهم، ولطلبة العلم ولعامة الناس مواقعهم ومطالبهم ورأيهم، وكلها يستمع إلى رأي الآخر، وتصير الأمة هكذا بطريقة التقارب. القطيعة الآن تكاد تعصي بالأمة بين المدارس السياسية وبين المكونات المختلفة للأمة، وبين الفقراء والأغنياء، بين الشباب والشيوخ، بين الحاكم والمحكوم، بين العلماء وطلبة العلم. ما يراد من هذه المؤتمرات أن تعود فيها أجواء ورشات تشارك ورشات لمشاركة الشباب، كيف يستطيع الشباب أن يشارك مشاركة إيجابية في نهضة الأمة، كيف يستطيع التعليم أن يفعل فعله في إخراج الأمة من وضع التخلف ومن العقل المتخلف ومن العجز، حالة العجز في المجالات المختلفة، حتى في كيف ندير الحوار بيننا بالحسنى، كيف ننظم خلافه. الخلاف في كل أسرة، ما في أسرة إلا وفيها خلاف. الأسرة تعود قادرة على تنظيم خلافة تستمر، ما هي قادرة على تنظيم خلافة تنفجر ويكون الضحية الأبناء والضحية الكينونة والضحية. هكذا الأمم، هكذا المجتمعات، خلاف سنة كونية، لكن ينبغي أن نتعلم كيف ننظم هذا الخلاف، ولا تأمين نقاط الخلاف عن نقاط التوحد، ولا تقنين نقاط الخلاف عن المصير المشترك. احنا هون في المثل الشعبي اللي عندنا نقولوا عن اللي عشاك وعشاه فقدح انك لا تلكب ولا تخلي، معناها مدى اللي تعود مصيرها واحد، كيف قضية السفينة إذا خليته يخرق لا يتغرق بينا كاملي، لا تخليه يخرق زره منها خوفنا نغرقه احنا كاملي، هذا مصيرنا واحد. ما يالله يعمينا الخلاف عن ان مصيرنا واحد، حد من ان يفني الاخر يعرف انه يفني ذاته، معنى من المعاني، وانه من اللي يضع سنة سيئة ان كل واحد استطاع انه يفني الاخر يفني، وان درنا حق القوة فوق قوة الحق. اذا في الحقيقة ينبغي ان نعود الى الرشد ونتواصل وينفتح بعضنا على بعضنا، ونتحدث حديث مباشر، نتحدث الشبهات ونتحدث ظواهر الايات اللي يتشبث بها هذا الطرف أو ذاك اللي يختلف مع الآخر، نناقش هذه الظواهر، هل هي ظواهر، هل هي كما تفضل معالي الوزير دلالاتها قطعية الورود وقطعية الدلالة، هل هي من الثوابت، هل معانيها منزلة على هذا الواقع كما هي، نتحدث في الموضوع ويحكم بيننا. إذا كان حديث أخ في الإنسانية تحكم بيننا معاه المصالح، مصالح البلد، هل فيه تناقض بين الهوية الوطنية والهوية الدينية؟ العكس، ينبغي أن تكون الهوية العقدية حافز على الهوية. نحن كل شيء نضعه وهو مواجهة الآخر، صراع بين الهوية الوطنية والهوية الدينية، صراع بين المكون الإسلامي إذا كان بلد فيه متعدد الأديان والمكون غير الإسلامي، صراع بين 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 أهل النص وأهل الفروع، صراع بين أهل التصوف. هذه الصراعات في الحقيقة اللي تتحول في مرحلة معينة إلى مواجهات دامية، وتهدر كما قلت الطاقات، وتجعل بعضنا يستدبر. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن لا نتدابر ولا يحسد بعضنا بعضا، أن نعود أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، كيف نعود أمة الجسد الواحد وإحنا كل واحد منا في يده خنجر يؤخذ به الجسد الآخر كلما وجد إلى ذلك سبيلا من أجل الإطاحة به، يتهمه في نياته، يتهمه في مقاصده، لا يعصمه علم ولا ورع ولا سن ولا تجربة ولا حكمة، لا، كل واحد قابل أنه يتضع من خلال العنف اللفظي في الجحيم. هذه حالة مرضية، هذه الحالة المرضية هي اللي نتلمس الآن
وفعلا بروح منفتحة وبأمل كبير أن هذه الأمة يعود حافزها كاملة الصدق والإخلاص، وأنها تأتي إلى كلمة السواء، إلى مائدة الحديث حول القضايا المختلفة في إطار التكليف اللي زاد هو في دور، يعود في دور الواقع. الواقع زاد هو يتحكم في طاقة رقاش قد يعدل الآن وش ما قد يعدل الآن والصالح له الآن، ما الذي يفيده الآن وما الذي يقبله الواقع العام اللي يتحكم فيه. الناس لا يملكون اكتفاء كما قلت في أي جانب من جوانب حياتهم، لا يمتلكون رأيهم بطريقة مطلقة. طيب في ظل دكتور، في ظل هذا التوصيف الذي تحدث عنه معالي الوزير، ما هي آلية إشاعة روح السلم بين أفراد الأمة وخاصة في هذه القارة التي تنوء بالصراعات وبالمشاكل؟ حقيقة التوصيف الذي ذكر معالي الوزير يشي بواقع صعب جدا من خلال هذه المؤتمرات ومن خلال النقاشات بين العلماء وبين المصلحين. كيف يصل خطاب السلم ويتحقق هذا السلم سلما بين عباد الله على أرض الله؟ حقيقة واقع يعني أليم ومؤلم، هذا إذا أضفت إليه جملة من التداعيات الأخرى التي يعني تحيط وتحدق بشباب المسلمين، ولا يعني نستثني يعني هنا عوامل أخرى يعني غيرنا ربما يعني لا يريد لنا يعني استقرارا ولا لشبابنا يعني تقدما ولا يعني ثقافة ولا تحضرا، فيدلون بدلوهم لتكتمل بعد ذلك يعني الصورة، هذه الصورة المؤلمة. لكن تبقى مثل هذه المحاولات في إقامة المنتديات وإقامة المؤتمرات والملتقيات، لا نكتفي بما يعني يقوم من هذه الفعاليات من عام بعد عام، وإنما ينبغي أن ينتقل الأمر إلى حيز التنفيذ وإلى الساحات العامة وإلى حتى الأسر كما تفضل معالي الوزير، لأن تربية النشء إذا تحدثنا عن إطارنا الإسلامي، وأنا يعني أعود إلى الأخلاق النبوية، الأخلاق المحمدية التي بسطها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذه الأمة قولا وفعلا وحالا، فكان صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأكبر في كل خلق من الأخلاق الفاضلة التي لو تخلقنا ببعضها وعلمنا يعني شبابنا وأبناءنا ونساءنا وبناتنا يعني بعض هذه الأخلاق يعني لنصلح الحال. فنحن نحتاج إلى هذه الثقافة لتسود ولتعم في كل المستويات. يعني كما ذكرت يمكن أن يكون هذا يعني عامل من العوامل المساعدة في تقليل حدة هذا الواقع المقيت، وفي إحداث يعني نقلة نوعية مهمة لأجيال المسلمين. كما ذكرت يعني نستحضر التداعيات الأخرى حتى تكون المعالجة معالجة متكاملة، لأن المعالجة الجزئية هنا قد لا تجدي نفعا، لأن البناء لا يكتمل إذا كنت يعني تبني وغيرك يعني يهدم، متى يعني يكون اكتمال هذا البناء؟ لذلك يعني هذه وسائل أعتقد أنها متاحة، وينبغي للغائمين على أمر الأمة في كل المجالات خاصة مجال التربية، مجال التعليم، هو إنزال هذه المعاني وهذه الأخلاق التي يعني هي شعار هذه الأمة وهي صفات رسولها صلى الله عليه وسلم، لتكون واقعا معيشا في حياة الناس، لا نكتفي فقط بتوصيات يعني تسرد وتقال في نهاية كل مؤتمر أو كل ملتقى، وإنما لو جئنا للعامل في العام المقبل وقد قمنا بتنفيذ 50% مثلا من هذه التوصيات ورأيناها واقعا في حياتنا وتلمسنا يعني فائدتها في شبابنا وفي أجيالنا، يمكن أن يعد هذا نجاحا كبيرا، بدل أن نأتي لنعيد الكرة من جديد ونبدأ مما بدأنا به يعني قبل ذلك.
فكل هذه يعني وسائل نأمل أن يعني يتفهمها قادة المجتمعات في بلادنا الإسلامية ككل وفي بلاد القارة الإفريقية حتى يقدموا النموذج الذي ينبغي أن يكون لهم أمام العالم. فنحتاج إلى التنفيذ، نحتاج إلى العمل، نحتاج إلى اكتساب إلى تحقيق القدوة العملية التي للشباب أن وللأجيال كلها أن يشيروا إليها إشارة الرضا، ويعني تنعكس هذه الأخلاقيات في أنفسهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم. طيب معالي الوزير، في عالمنا الإسلامي وفي الأمة عموما وفي القارة الإفريقية بشكل خاص هنالك أسباب أخرى غير التطرف والتعصب تؤدي إلى الحروب والصراعات، هنالك جهل وفقر وجوع. كيف تنظر الأمة إلى هذه الزاوية وكيف تعالجها عمليا حتى يسهل وصول خطاب السلم إلى هذه المجتمعات؟ هو سؤال كبير ربما يحتاج إلى وقت كامل، لكن في إيجاز شديد سنربطه بواقعنا. يمكن في كل الكلمات التي قيلت ويتميز هذا المؤتمر، دائما المؤتمرات الثقافية بتكون فقط في الغالب العام بين العلماء والمفكرين ورجال الدين، لكن حضور فخامة السيد الرئيس الموريتاني وفخامة الرئيس النيجيري وعدد من مداخلات عدد من السادة الرؤساء سواء عبر الكلمة المسجلة أو عبر قيام من ينوب عنهم في أدائها، بيعطي هذه المؤتمرات قوة إضافية لأنها تجمع بين الرأي الفكري وبين القوى السياسية القادة على اتخاذ القرار في الإجماع السياسي والديني معا الاثنين، لا تنمية ولا تعليم ولا اقتصاد بلا أمن وأمان وسلام. فالسلام القاعدة الراسخة التي ينطلق منها هذا. معالي الوزير ذكر في كلمته أهمية التعليم، وده ربما يحتاج إلى حديث كبير، لكن أنا بأكد على النقطة المهمة، بلا أمن وأمان وسلام حقيقي، سلام بمعناه الشامل بقى، السلام المجتمعي يبدأ زي ما قلنا داخل الأسرة الواحدة بين الديانة الواحدة في الوطن الواحد. هختم كلامي بنقطة في غاية الأهمية وأشار إليها معالي الوزير والأخ الدكتور عادل أيضا، أهمية العلاقة بين الأوطان والأديان. الجماعات المتطرفة بنت نظرياتها على التناقض بين الدين والوطن وبين الدنيا والآخرة. بعضهم يسألك أتريد الدنيا أو الآخرة؟ يقول لك قل لي من الأول، قل لي أنت عايز إيه؟ عايز الدنيا ولا الآخرة؟ هذا سؤال في قمة المغالطة. القرآن قال إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس. يقول لك أنت مع الدين ولا مع الحكومة؟ وكأن الحكومة حتما أي حكومة بقى حتى لو كانت في عدل عمر بن الخطاب هي الحكومة. يقول لك أنت معانا ولا معاهم؟ إذا كنت معانا يبقى أنت مع الدين، وإذا كنت معاهم يبقى أنت ضد الدين، فيصنف نفسه على أنه الدين ادعاء وافتراء على الأديان. النقطة اللي بأكد عليها بقى إنه زي ما قلنا بلا سلام لا أمن ولا أمان ولا تنمية، بلا وطن بلا وطن لا حفاظ على الدين ولا على النفس ولا على المال ولا حتى إقامة للدين. المشردون لا يقيمون دينا ولا دولة. أدي دي نقطة. إذن العلاقة بين الدين والوطن ليست علاقة تضاد، لابد للدين من وطن آمن يحمله ويحميه. ولذلك في الكليات المتعارف عليها عند الفقهاء قديما خمسة وبعضهم ذكرها ستة، يعني ليست نص، لا يوجد نص قرآني ولا حديث نبوي يحدده بالخمسة، هي اجتهادات علماء: الدين والنفس الدين والنفس والوطن والمال والعود والعقل والنسب. كتبت كتاب تحت عنوان الكليات الست، قلت الدين والوطن. ليه؟ أليس من إجماع الفقهاء قديما وحديثا أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد المسلمين وجب علينا أن ندافع عن وطننا ولو فنوا جميعا؟ أم قالوا لو خفت أن على الدين
اترك الوطن وانشر دينا في مكان آخر. فإذا كان الإنسان يفتدي الوطن بنفسه والنفس من الكليات فالوطن من الكليات. النقطة اللي قلت عليها بقى اللي هي القصة اللي هي بتاع قصة الفقر، أيضا هذا من المفاهيم الخاطئة، تفسير الزهد على أنه الفقر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس الزاهد من لا مال عنده، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. يجب أن يفهم الشباب، وأقول لن يحترم الناس ديننا، ده تأكيد للي انت بتقوله، النهضة والتنمية والبناء والتعليم، لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا. فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. لو انت بتحاول تسوق دين لأمة متخلفة اقتصاديا وسياسيا ويقتل بعضها بعضا، وذهبت تقول لهم أدعوكم إلى الدين، يقول لك ماذا صنع الدين فيكم؟ تقول له والله الدين جميل لكن لم نفهمه. يقول لك لما تفهموه تعالوا قولوا لنا، لما تطبقوه. لكن يوم أن يكون بيننا الطبيب الماهر والمهندس الماهر والصانع الماهر، الإسلام انتشر في إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين على أيدي التجار بالصدق والأمانة والأخلاق والقيم. إذن لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا ونعطي نموذجا في التفوق العلمي والنظام السياسي والاقتصادي. هذا يأتي بجهد، يعني زي ما قال أخي معالي الوزير، العلماء الفاهمون يعطى. جت في فترة من الفترات بعض الدول في فترات سابقة فهمت أن التدين قد يؤدي إلى التطرف. لا، غياب التدين الصحيح، غياب الفكر الوسط الصحيح هو الذي يؤدي إلى التطرف، لأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق. وإذا غاب العلماء الوسطيون المعتدلون أو ضيق عليهم انتشر التطرف. طيب، أشار معالي الوزير إلى نقطة مهمة، هو هذه الأمة نحن نسوق هذا الدين، ولكن أليس من الواجب أن ننظر إلى الآخر؟ يراقبنا الآخر، ينظر إلى هذه الأمة، أمة ما يزيد على المليار مسلم، أمة يجمعها دين واحد وتجمعها الكليات وتعقد المؤتمرات وفي كل سنة ويتداعى العلماء، ثم إنها لم تستطع أن تحسن من واقعها. ألا ينبغي أن ننظر إلى نظرة الآخرين عنا؟ على كل حال، هو ننظر إلى نظرة الآخرين عنا وننظر إلى مقوم أن نعود شيء مع الآخر، أن نعود شيء مع الآخر. كيف قلت؟ كما قلت في البداية، نعود عندنا اكتفاء ذاتي، عندنا ذاتية، عندنا بناء، عندنا ما يطلبه الآخر، عندنا على الأقل ما نحتاجه نحن. أما عندما نعود نحن فقراء في كل شيء ونأخذ كل شيء من الآخر، وأكثر من هذا أغلبنا يعتبر أنه غير معني بهذه القضية. القواعد العريضة من الناس لا تملك إلا لغة الاحتجاج. هو كل واحد منا مسؤول، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إحنا كلنا مسؤولين عن عملية التغيير في هذا الواقع والنهوض به والارتقاء به، كلنا من موقعه. تعال نعيد للجهاد مفهوم، نبدأ بجهاد النفس. يقف لك واحد شاب ويزكي نفسه أنه هو الصادق الوحيد، وهو المخلص الوحيد، وهو المتدين الوحيد، وعن كل الناس الآخرين، طلاب دنيا كما تفضل معالي الوزير وخوانه وكذا، هذا ضد جهاد النفس. جهاد النفس أن الإنسان يزكي نفسه من 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 تضخم الأناة ومن غيرها. الجهاد العمراني، الجهاد البنائي، الجهاد القتالي سلسلة من سلسلة كبيرة من أنواع الجهاد اللي مخاطب بها المسلم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو قال ربكم إني جاعل في الأرض خليفة، أنتم خلفاء من أجل إقامة العمران في هذا الكون. عندما نعود إحنا نظهر للآخر مظهر الضعف، وما الدين يدينا ندوروا قطعة الطائرة وقطعة السيارة اللي تندار فيها وقطعة الخبز اللي هنا وكل شيء بالنسبة لنا مستورد. كيف الأمم الآخرين يحترمونا؟ والله يحترمون ديننا وما نؤمن به. طبعا هو الآن اللي يقال أن هذا الإسلام قوي بذاته ضعيف بأهله، هو فعلا يحمل عوامل القوة، يحمل عوامل الصدق، يحمل عوامل الشمولية، لكنه ضعيف بأهله. نقوي احنا روسنا، إياك تتناسب قوتنا مع قوة هذا الإيمان وهذا الدين اللي وقوتنا أساسا في الرجوع إلى أوضاعنا. إحنا المسؤولين عن إصلاح، طبعا عندنا أوضاع خاسرة، إصلاحها ما هو بالكلمة المتشنجة، ولا هو بالعنف، ولا هو بابتعاد بعضنا عن بعضنا، ولا هو بالسب، ولا هو بالشتم، بالحوار.
بالحوار في القضايا كما قلت المتعلقة بالمشاركة السياسية، بالحوار في القضايا اللي متعلقة بالقضايا والمدخل العلمي الأساسي. نحن بحاجة إلى صروح جامعية. كما تفضل معالي الوزير، بعض الناس يظنون أن التطرس سببه التدين أو المدارس الدينية. العكس، التطرس سببه الجهل بالدين وضعف الإيمان الحقيقي والدين السوي المعتدل. لا بد من صروح جامعية مخرجاتها من العلماء يشكلوا ركائز في الدول اللي لا يجسوها. مخرجات الجامعات فوج بعد فوج هم لا يعودوا ركائز يثبتوا البيئة الاجتماعية وردوا الناس إلى رشدها ويحملوا هذا الدين للناس بلا دخن. إذن التعليم التعليم ثم التعليم ثم التعليم لأي عملية، لأنه المؤتمرات مهمة للتوعية والندوات مهمة للتوعية والحوار مهم للتوعية والتحسيس، لكن العمل الجذري والتغيير الجذري لا يأتي إلا بمخرجات الصروح الجامعية اللي تخرج شخصيات كما قلت تمثل أركان ومرتكزات في البيئة اللي لا يخرجوا ويجسوا. أختم معكم دكتور، الانتظارات من هذا المؤتمر، أهم هذه الانتظارات هو أن تتحول يعني كما ذكرت هذه التوصيات إلى التي سيخرج بها هذا المؤتمر من خلال الأوراق المتنوعة في التأصيل وفي تنتقل إلى تنزيل هذه الأوراق التي تم تأصيل المعاني وتصحيح المفاهيم إلى تنفيذ وإلى تنزيل على أرض الواقع، وينهض كل بدوره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتتم توزيع المسؤوليات على وفق ما وزعها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نهض الجميع بأدوارهم يمكن أن يكون لهذا المؤتمر بعد تفصيل هذه الأدوار على أصحابها يكون له ما بعده إن شاء الله من تقدم في مجال تحقيق السلم في إفريقيا ومن ثم بإذن الله عز وجل في العالم أجمع. إذن انتهى الوقت المخصص لهذا اللقاء الخاص. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن هو عمل مشروع طموح يهدف إلى إشاعة السلم بين أفراد الأمة وفي قارة إفريقيا بشكل خاص. إذن أشكر ضيوفنا الأكارم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، أشكر كذلك الأستاذ أبو بكر الأحمد وزير السابق، شكرا لكم. أشكر كذلك الأستاذ الدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بجمهورية السودان، شكرا جزيلا. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات المخرج مصطفى والحويشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.